أقام المدرب الحياتي عيسى عساف فعالية فريدة من نوعها تحت عنوان ليميتلس، مصممة لتساعدك توصل لجودة حياة أجمل عن طريق تمكينك بالأدوات اللي بتحتاجها لحتى تحترف بذاتك، علاقاتك، طاقتك وإنجازك. السنة هاي يمكن الإيفنت مختلف أو الحدث مختلف عن أي مرة قبل هيك، لأنه في عنا عدد حضور تقريباً 1200 شخص. طبعاً عن طريق هذا الإشي إحنا تم الاستقطاب للسبونسرز وما إلى ذلك، إنه نجيب أكبر عدد ممكن يكون موجود. الهدف من الإيفنت هو تغيير المفاهيم اللي موجودة عند الواحد، إنه دماغه بيقدر فقط لغير إنه يبرمجه على فكرة معينة. لا، الإنسان بيقدر إنه يغير أي إشي، بيقدر يوصل بالطاقة الإيجابية تبعته لأي مكان بيقدر يوصل له. صراحة كتير كان نفسي أجي هون، وكتير الفايبس حلوين والأنرجي كتير حلوة، وحتى لو ما حدا إنه عنده مشكلة أو جاي عشان مشكلة لازم يجي، كتير بعطيه طاقة وبتحمس. أنا جاي عشان أشوف كيف ممكن أقدر أغير بحياتي، وكيف ممكن عيسى يساعدنا وإيش النصائح اللي ممكن يعطيني إياها حتى أني أقدر أغير بحياتي. والإشي الملفت بهاي الفعالية كان حضور عدد كبير من الشباب والصبايا اللي مأمنين جدا بقدرة مهارات المدرب عساف في مساعدتهم على إعادة برمجة جهازهم العصبي وطريقة تفكيرهم حتى يحققوا أهدافهم.